الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا لما علمتنا، وأن تزيدنا علما يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أمرنا جميعا بأن نستزيد من العلم، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وكشفت الغمة، وجلوت الظلمة، وجاهدت في الله أفضل جهاد حتى أتاك اليقين. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأخوة الأحباب، وشرح الله صدوركم، وزكى الله نفوسكم، وجعل الله عز وجل هذه الأوقات في صحائف حسناتكم جميعا، يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى في يوم مهيب وصفه الله عز وجل فقال عنه وفيه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب
الله شديد. فاللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأكارم، ونحن على أعتاب عام دراسي جديد يطيب لنا أن نعيش مع حضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك، مع فضل العلم في القرآن الكريم، وذلك من خلال قصة نبي كريم، نبي من أولي العزم من الرسل، أمره الله تعالى أن يطلب العلم، ألا وهو نبينا نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع الخضر، كما سطر الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم كما جاء مفصلا في سورة الكهف. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا إلى آخر الآيات. في هذا المقطع نعيش كيف نبي كريم، نبي من أولي العزم من الرسل، كليم الله عز وجل، يطلب العلم في تواضع كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. My dears and beloved brothers and sisters, today inshallah ta'ala we'll talk about the importance of seeking knowledge. We'll take this from beautiful story Allah subhanahu wa ta'ala mentioned to us in Surah Al-Kahf. The story of Prophet Musa alayhi wa ala nabiyyina salatu wa salam and the servant of Allah azza wa jal, his name is Al-Khadr. Al-Khadr. Allah ta'ala mentioned to us in Surah Al-Kahf this view. When Musa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the story how Musa alayhi salam met with Al-Khadr. The most important to us to know that one of the prophets, not only a regular prophet, but he was one of the five prophets Allah ta'ala mentioned them in the Quran, Ulu al-azmi min al-rusul. Uli al-azmi min al-rusul, which means the most people suffer in sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Musa alayhi salam. And Musa alayhi salam, he used to talk to Allah subhanahu wa ta'ala. So we call him Kaleemullah. Allah ta'ala said in Surah Nisa, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, that Allah ta'ala talked to Musa without any angels. So Prophet Musa alayhi salam seek knowledge. Imagine that. Prophet, one of the five messengers and prophets, Allah Ta'ala mentions him in the Quran Kareem,
the most prophets give in sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And he is the one who used to talk to Allah Azza wa Jal. There was no one between, no angel between him and Allah. Even that, he was very humble to seek knowledge. How come? Rasulullah alayhi salatu salam gave us the full story. But, sallu wa sallimu ala Rasulullah. Allahumma sallu wa sallam. في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم رضي الله عنهما في صحيحيهما من رواية أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى بن عمران عليه وعلى الصلاة والسلام خطيبا في بني إسرائيل وفي رواية فقال كلام رقت له القلوب وزرفت له العيون فلما ولى تبعه رجل وقال يا رسول الله هل هناك من هو أعلم منك؟ قال موسى لا. فعاتبه الله تعالى على أنه لم يرد الأمر إليه، لم يقل الله أعلم. فقال الله لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إن هناك عبدا من عبادنا هو أعلم منك يا موسى، تجده عند مجمع البحرين. فقال موسى وكيف لي به يا رب، كيف أعرفه؟ قال أن تحمل معك حوتا في مكتب، وحين تفقد الحوت ثم هو، أي حينما تفقد هذا الحوت يكون هذا هو الموضع الذي تقابل فيه هذا العبد الصالح. قال الله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من عندنا رحمة، آتيناه من لدنا رحمة وعلمناه من لدنا علما. فالله سبحانه وتعالى قال أن هذا الرجل أوتي رحمة من عند الله سبحانه وتعالى، وأوتي علم من عند الله سبحانه وتعالى. فموسى عليه السلام أخذ غلامه وهو يوشع بن نون عليه من الله السلام، فقد كان نبيا أيضا في بني إسرائيل بعد نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وسار كما قص الله لنا هذه القصة. ما الذي نتعلمه؟ نتعلمه هنا قيمة التواضع. أن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يذهب ليطلب العلم، وسار مسيرا، سار عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مسيرا طويلا حتى لقي الخضر وسأله بأدب، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ طلب أن يكون تلميذاً بأدب مع نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا هو حال طالب العلم، أن يكون صاحب أدب مع معلمه أياً كان، حتى وإن كان الذي يطلب العلم أعلى رتبة منه. فإن نبي الله موسى لا شك أنه أعلى رتبة من رتبة الخضر، لأنه كليم الله، ولأنه من أولي العزم من الرسل، إلا أن الله تعالى أمر موسى أن يتعلم منه. ومع ذلك تواضع نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن الذي نتعلمه هو التواضع. وآفة هذا الزمن أن كل من قرأ كتابا أو ربى لحية وادعى أنه شيخ يغضب إذا لم ينادى بيا شيخ فلان. كم قرأت أخي الكريم؟ من هو شيخك الذي تتلمست عليه؟ ورحم الله الإمام الشاطبي حين يقول في كتابه اسمه الموافقات، الشيخ الشاطبي يقول من كان الكتاب إمامه فإن خطأه أكثر من صوابه، يعني ما اللي يتعلم بس مع نفسه خطأه يكون أكثر من صوابه. هذه كلمة الإمام الجليل الإمام الشاطبي في كتابه يسمى الموافقات. ولذلك قيل لا تأخذ العلم من صحفي، أي درس في الصحف والكتب، ولا القرآن من مصحفي، أي رجل قرأ المصحف ولم يدرس أحكام التجويد على يد متقن. ولذلك الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير. فالله تعالى لقى عن طريق جبريل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، علم الله تعالى جبريل عليه السلام، وجبريل علم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كيف يقرأ القرآن. الله تعالى قال النبي محمد لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرأه، اطمن سوف نعلمك كيف تقرأ هذا القرآن الكريم. فلذلك الذي يجب علينا أن نتعلمه هو التواضع،
التواضع حين نطلب العلم، ولا ندعي أبدا أننا على علم، لأن نبي الله موسى رغم علمه أوحى الله إليه أن يذهب ليتعلم من رجل، من عبد من عباد الله الصالحين. وعلى اختلاف العلماء من هو هذا الرجل، قيل أنه نبي من أنبياء الله تعالى. ولماذا سمي الخضر؟ قال لأنه ما جلس أو ما صلى في مكان أو سار في مكان إلا اخضر بأمر الله سبحانه وتعالى. على اختلاف العلماء بينهم، الشاهد لنا جميعا الذي نتعلمه هو التواضع الذي كان من صفة نبي الله موسى أن يذهب ليتعلم من الخضر الذي علمه الله تعالى. ولذلك لما ركب في السفينة بينما هما واقفان على سطح السفينة جاء عصفور فنقر بمنقاره في البحر فأخذ منه، فقال له الخضر: يا موسى، إن مثل علمي وعلمك في علم الله تعالى كمثل هذا العصفور وما أخذ من هذا البحر. لماذا يا إخوة؟ لأن الله قال لنا جميعا في سورة الإسراء آية 85: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم معشر البشر من لدن آدم إلى آخر من تقوم عليه الساعة إلا قليلا. ولذلك الشافعي رضي الله عنه والله كان يقول: ما تعلمت شيئا إلا ازددت جهلا، أي تبين لي مدى جهلي. فلذلك دائما تبحث عن العلم في كل مكان وفي كل وقت. My brothers, one of the important lesson we learn from the story of Musa and Khadr is, as a student, you must be very humble to your teacher. Regardless the position of this teacher, as long as you become as a student, you must give full respect for the one who teaching you. Why? No one has a high position like Prophet Musa alayhi wa sallam. He one of the five messengers and prophets. He used to talk to Allah Ta'ala direct, no one in between. Even that, he went very humble and he seek knowledge from Al-Khadr. When he asked Al-Khadr to become a student, he used very unique statement. He said, هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ Can I follow you? Can I follow you? Just to learn from what Allah Ta'ala has given you. So he used to be very polite even with his teacher. Musa عليه السلام in high rank, Murzan al-Khadr. But he taught us as a student seeking knowledge, you must be very humble and to humiliate yourself in front of your teacher. Because Allah subhanahu wa ta'ala mentioned to us all that whatever you have knowledge compared to the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala is very little. When Musa alayhi salam met with Al-Khadr while they riding the ship, both of them stand in the top of the ship and there is one small bird came and he take very small slab of water. So Musa alayhi salam look at Al-Khadr and Al-Khadr told Musa, my knowledge and your knowledge comparing to the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala exactly like this bird when he takes this small sip from this huge ocean or a huge sea. Which means Allah ta'ala said in Surah Al-Isra verse number 85, وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلْ. Indeed, all the knowledge you've been given, it's very little comparing to what Allah subhanahu wa ta'ala knowledge. And Allah subhanahu wa ta'ala also mentioned in Surah Yusuf alayhi salam. When Allah ta'ala said verse number 76 in Surah Yusuf, Allah ta'ala said, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Which means no one can pretend he is the most knowledgeable one. Indeed, above everyone has knowledge, one is more known.
وفوق كل ذي علم عليم. So one of the most important lesson we learn from the story of Musa and al-Khadr is when you seek knowledge, you have to be very humble and to give respect for your teacher regardless if, even if you are in high position more than him, as long as you seek knowledge, even if you're going to someone to ask him for anything in life, you have to deal with him out of respect. Respect him for the knowledge you are seeking for. So this is the first one. Second one is Nabiullah Musa alayhi wa sallatu wasalam, when Allah Ta'ala asked him, there is one of our servant, he has knowledge more than you. Musa alayhi salam start to move and search for this man. So you have to do efforts to get knowledge. And we as Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we have very good news. Any effort you will do just for seeking knowledge. Imagine if you have CDs, if you have any kind of literature, Islamic literature you, in your phone, in YouTube, in anything, anything will be as a knowledge, you seek knowledge out of it, will consider as a seeking knowledge. And listen to what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said in the hadith of Abi Huraira, when Rasulullah alayhi sallallahu alayhi wa sallam said, من سلك طريقا يلتمس فيه علما. Whoever start to journey for seeking knowledge, سهل الله به طريقا إلى الجنة. Allah Ta'ala will make this road as a road for him to paradise, just because he's seeking knowledge. So anything you can seek knowledge with, any lectures you listen to, any YouTube you listen to, any Islamic channel you listen to, any book you read, anything you can seek knowledge, you get in the reward from Allah subhanahu wa ta'ala, and this is one way for you to go to paradise according to what Allah, according to what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the hadith. And may Allah subhanahu wa ta'ala teach us all, Allahumma ameen, or kama qal, idu Allahu antum muqawiyya, idu Allahu yasibu. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه إلى المدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، وثاني الأمر نتعلمه من قصة نبي الله موسى عليه السلام هي الرحلة في طلب العلم. لم يجلس نبي الله موسى عليه السلام، لكن لما أخبره الله تعالى أن هناك عبد من عبادنا الله تعالى أعطاه من لدنه علما، أخذ موسى عليه السلام يبحث عن هذا الذي أعطاه الله تعالى هذا العلم. فأخذ موسى عليه السلام يسير، فالعلماء يقولون لا بد من بذل جهد في التعلم. ومن كرامة الله لهذه الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرنا جميعا، أي جهد تصنعه في تحصيل طلب علم، وانت قاعد في البيت على اليوتيوب تستمع إلى محاضرة، وانت في تليفونك تستمع إلى محاضرة، تستمع إلى قرآن كريم، أي وسيلة من وسائل العلم الحديث الذي نستفيد به جميعا، هي طريق أنت تمهده لنفسك إلى الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. أي أن الله تعالى يعد لك بهذا طريق إلى الجنة، حين تسمع في بيتك إلى محاضرة أو إلى قرآن أو إلى علم ينتفع به، أنت تمهد نفسك طريق في الجنة. فبذل الجهد في تحصيل العلم. ثالثا، وهي الصبر على تحمل العلم. ماذا قال الخضر لموسى؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال العلماء الصبر على طلب العلم. نحن كمثال، إذا كنا بننزل كتاب من الإنترنت، كتاب هذا المؤلف أخذ فيه سنوات حتى يكتبه، وأنت بضغطة زر واحدة على الإنترنت هتنزل هذا الكتاب الذي أخذ جهد وتفكير وعرق عالم العلماء، ثم أنت تنزله في دقائق. لو أن النت عندك كان ضعيف شوية وتحميل الكتاب تأخر، تتأثف وتغضب، مع أنت تأخذ كام دقيقة تمضيها حتى تنزل كتاب من كتب العلم
أخذ مؤلفه الحقيقي فيه سنوات على سبيل المثال، وأنت بضربة زر واحدة بتنزل هذا الكتاب في دقائق، ثم إذا تعطل النت أنت غضبان. أي صبر هذا؟ ولذلك قال الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها بياني، صبر وصحبة شيخ وصبر على مر الزمان. فالصبر من أساسيات طلب العلم، لأن تكون عندك صبر في تحمل هذا العلم. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه الثلاث تعجب، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لو صبر لكان الله أعلمنا من العلم الذي لم نعلمه. لكنه كان كل مرة يرى أمر في خاطره أنه أمر عجيب فيسأل، فلما انتهت الأعذار الثلاثة شرح الخضر بنبي الله موسى ما كان، وتبين أنه كان بأمر الله عز وجل. الشاهد أيها الأخوة الكريم أن نصبر على تحصيل العلم. Third one is very important to us to learn from the story of Musa. We have to be patient when we seek knowledge. Imagine any author, any writer for any book. How many years he spent to write the book? And now in this present time, you will download this book and just when you touch the button. And if for some reason your internet is very slow, you will be very frustrated. Oh, my internet is slow. I cannot download the book. Did you imagine how many years this author, this writer, spent to write this book? And now in a couple minutes, you have the whole book. You have the whole effort of this alim. But you have no patience even just to download the book in a couple minutes. So we have to be patient. Al-Khadr radiallahu anhu arda'ah told Musa alayhi salam, you will not have patience to learn. But Musa alayhi salam said, ستجدوني إن شاء الله صابرة. You will find me patient. ولا أعصي لك أمر. I will not refuse any order for you. So very important in the beginning of the school year to put in our mind that we have to do effort for seeking knowledge and to respect the one we learn from and to have patience for our knowledge. Allah Ta'ala will grant us success. Allah Subhanahu Wa Ta'ala will help us to seek knowledge according to what Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentioned to us. إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. That Allah Ta'ala will not spend away or become useless the effort of anyone who doing a good deeds. So my brothers and sisters, we must read again the story of Musa and Khadr from Surah Al-Kahf and to learn from this view Allah Ta'ala giving to us. When Musa alayhi salam went with Al-Khadr, tell the story end with Al-Khadr explained to Musa the three things he did, and Musa alayhi salam has no vision to be with the teacher. So may ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us knowledge, may ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us to be a patient, may ask Allah subhanahu wa ta'ala to strengthen our iman and strengthen our brotherhood. Allahumma ameen ya rabbal alameen. Allahumma aghfir dhunubana, Allahumma aghfir dhunubana, Allahumma yassir umurana, Allahumma ashrah sudurana, Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi hadha al-yawm at-tayyib al-mubarak alla taj'al lana dhanba illa ghafartah wa la marida illa shafaytah wa la hamman illa farajtah wa la hajata min hawaij ad-dunya wal akhirati illa qadaytaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghfir dhunubana, Allahumma aghfir dhunubana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم فرج همومنا ونفذ كربنا، اللهم إنا أنزلنا بك حاجتنا فاقضها لنا يا خير قاض، اللهم اقض حوائجنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اكفنا شر كل ذي شر يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تكفينا شر الأشرار وكيد الفجار برحمتك يا عزيز يا غفار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا